بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنة رابعة متوسط، ما زلنا معكم مع ملخص شامل لجميع الدروس السنة الرابعة متوسط. إذا إن شاء الله راح يفيدكم لمراجعة البيان إن شاء الله. إذا وصلنا في الفيديو السابق إلى العبارة الجبرية للدالة تألفية بيانيا، انتهينا منه، وريتكم كيف تلقاو معامل التوجيه، خليت لكم تمرين تطبيقي. إذا نبدأ على بركة الله في حل التمرين التطبيقي الذي أتمنى أن تكونوا حاولتوا فيه للاستفادة أكثر. صدقوني أنكم راح تستفادوا أكثر وأكثر عندما تحولوا في التمرين قبل الحل النموذجي. إذا يقول التمرين: لتكن F دالة تألفية حيث عبارتها هي 3X زائد 2X زائد 3. إذا يقول سؤال أول: أحسب F لصفر و F لواحد. إذا مثل هذا السؤال ممكن يكون بصيغة أخرى، يقول: ما هي صورة الأعداد صفر وواحد؟ إذا ما هي صورة الأعداد صفر وواحد؟ هو نفسه السؤال: أحسب F لواحد و F لصفر. إذا نبدأ على بركة الله. إذا F لX تساوي 2X زائد 3، معامل التوجيه هنا يساوي 2، و B ترتيبة إلى المبدأ هي B تساوي 3. نبدأ في حساب F لصفر. لاحظوا معايا كيف راح نحسب F لصفر. إذا حنا عندنا عبارة F لX هي 2 في X زائد 3. إذا هنا لكي أجد صورة الصفر أعوض X بصفر، تولي لي 2 في صفر زائد 3، وتساوي 2 في صفر صفر زائد 3 3. إذا أخيرا F لصفر هي 3. نتابع بنفس الخطوات نحسب F لواحد. إذا أين أجد الإكس؟ راح نعوضه بالقيمة واحد، إذا تولي لي 2 في 1 زائد 3، و 2 في 1 2 زائد 3 5. إذا صورة العدد 1 بالدالة F يقرأ هكذا: صورة العدد 1 بالدالة F يساوي 5. نتابع السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: حدد العدد الذي صورته بالدالة F هي العدد 8. إذا صيغة هذا السؤال هي نفسها، يقول: عين العدد X الذي صورته بالدالة F هو العدد 8. إذا 8 هي صورة العدد X، هنا X مجهول. إذا للإجابة على هذا السؤال راح نحل المعادلة F لX تساوي 8. إذا فلنتابع. إذا تحديد أو تعيين قيمة X حيث F لX تساوي 8. إذا F لX تساوي 8 يكافئ، إذا نعوض عبارة F لX، إذا تساوي 8، إذا نحل المعادلة. نتابع. إذا 2X زائد 3 تساوي 8، إذا نحل هذه المعادلة. إذا واش تولي لي؟ المجاهيل من طرف والمعالي من طرف. إذا 2X تساوي 8 ناقص 5، 8 ناقص 5 هو العدد 5، إذا نقسم على 2، إذا تولي لي 2X تساوي 5، نقسم على 2، نقسم على 2، تصبح X تساوي 5 على 2. الإجابة على هذا السؤال نقول: العدد الذي صورته بالدالة F هي 8، أو هي العدد 8 هو العدد 5 على 2. إذا أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. نتابع السؤال الثالث. نتابع. إذا السؤال الثالث يقول: هل النقطة A ذات الإحداثية ناقص 1 1 تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة F؟ إذا أولا قبل ما نبدأ على إجابة هذا السؤال لازم علينا نفرض أن D نسميه D المستقيم الممثل للدالة F في معلم متعامد متجانس. إذا معادلته، معادلة هذا المستقيم، هو Y يساوي 2X زائد 3. الآن ما معنى A تنتمي إلى D؟ لاحظوا معايا، النقطة A هي ذات الإحداثية ناقص 1 1. إذا ناقص 1 هي الفاصلة تمثل X، وواحد تمثل الترتيبة وتمثل Y. إذا ما معنى A تنتمي إلى D؟ هذا يكافئ أن صورة العدد ناقص واحد ما هو إلى العدد واحد، يعني F لX تساوي Y. إذا رح ننطلق للتحقق من هذه المساواة، رح ننطلق من F لناقص واحد. إذا وجدناه يساوي واحد نقول أن النقطة تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة F اللي هي المستقيم D. أما إذا لقيناه يختلف عن الواحد نقول أن النقطة لا تنتمي. لاحظوا معي، F لناقص واحد ماذا تساوي؟ 2 نعوض X بناقص واحد، 2 في ناقص واحد زائد 3، 2 في ناقص واحد ناقص 2
زائد 3 وتساوي ناقص 2 زائد 3 تساوي 1. إذا واش لقينا؟ لقينا صورة اف لي ناقص 1 تساوي 1. من هنا نستنتج أن النقطة أ تنتمي إلى المستقيم دي اللي هو التمثيل البياني للدالة اف. أتمنى أن يكون لحد الآن مفهوم. السؤال الرابع، ننشئ في معلم متعامد او اي جي التمثيل البياني للدالة اف. لاحظوا معايا، نتابع. إذا راح نعلمكم اليوم كيفية إنشاء المنحنى البياني للدالة التآلفية في معلم متعامد متجانس. إذا رسمت لكم معلم متعامد متجانس، إذا أول شيء احنا شفنا في الدرس أن المنحنى البياني للدالة التآلفية هو مستقيم يقطع محور التراتيب في بي. يعني هنا عندي اف لي اكس ماذا تساوي؟ تساوي 2 اكس زائد 3. لاحظوا معايا، نتابع. قلت 2 اكس زائد 3، اذا نعلم ان المستقيم تاعي راح يقطع محور التراتيب في الترتيبه 3. ثم عندي راح نستعمل السؤال الاول اللي هو اف لي 0 يساوي 3 واف لي 1 يساوي 5، لان لانشاء اي مستقيم يكفي نقطتين لانشاء هذا المستقيم. اذا نبداو على بركه الله. النقطه الاولى هي 0، لاحظوا معايا x يساوي 0 و y يساوي 3. اذا النقطه الاولى هي 0 3، اذا على محور الفواصل هنا هذا هو محور الفواصل وهنا محور التراتيب. اذا 0 3 1 2 3، اذا اول نقطه يمر بها المستقيم دي تاعي هي هذه النقطه. ثاني نقطه هي 1 5، 1 على محور الفواصل، اذا ندير من 1 ندير بالتوازي لمحور التراتيب لغاية 5. لاحظوا معايا هكذا، إذا ندير نقط متقطعة لغاية هذا العدد يعني الترتيبة 5 هكذا. ثم من 5 ندير موازي لمحور الفواصل هكذا، من 5 ندير موازي لمحور الفواصل، تقاطعهما راح يمد لي النقطة الثانية تاع يمر بها المستقيم. أخيرا راح أصل بين النقطتين هذه باش أشكل أو أنشئ المستقيم دي تاعي هكذا. التدقيق مهم. هكذا، إذا هذا هو المستقيم دي تاعي الممثل للدالة اف تاعي. أتمنى أن يكون واضح لحد الآن. بقى لنا سؤال أخير، نتابع. إذا السؤال الأخير يقول حدد بدون حساب قيمة الكسر اف لي 2007 ناقص اف لي 2006 على 2007 ناقص 2006. إذا يقول بدون حساب، ما معنى بدون حساب؟ يعني ما نجيش نعوض اكس ب 2007، نلقاو الصورة تاعو اللي هي اف لي 2007 ونحسب صورة اف لي 2006، يعني نعوض x ب 2006 ثم ندير عملية الطرح ونقسم على 2007 ناقص 2006. لا، يقول بدون حساب. إذا هنا نفهم أنه راح نستنتج فقط قيمة الكسر هذا. نلاحظ أن هذا المكتوب على شكل f ل x1 ناقص f ل x2 على x1 ناقص x2. إذا ما هذا؟ ما هو إلا تعريف المعامل. إذا هذا يساوي، نقول أنه يساوي معامل توجيه. نتابع. نعلم أن معامل توجيه الدالة f تاعنا هو a يساوي 2، لأن f لx هو 2x زائد b، وقلنا معامل x هو المعامل توجيه. إذا مش نستنتج؟ نستنتج أن الكسر هذا ماذا يساوي بعدما قلنا أنه يساوي معامل توجيه؟ يساوي 2. إذا مثل هذا السؤال لازم تشفوا عليه وتفهموه، لأن ممكن يبدلكم الأعداد، مثل يبدلكم f 2020 2029 ناقص f ل 2020 مثلا. اي عدد يمدو لكم هنا كي يكتب على شكل f لعدد x1 او xa ناقص f ل xb على xa ناقص xb، فهموا بلي هذا الكسر هو دائما يساوي معامل توجيه. اذا اتمنى فقط انني وفقت في الشرح البسيط المدقق لهذه الدالة التآلفية. مازال راح ندير لكم تمرينات، وفي الأخير إن شاء الله راح ندير لكم وضعية إدماجية تشمل كل الأسئلة إن شاء الله. إذا ما علي إلا أن أقول لكم بالتوفيق للجميع، ورمضان مبارك للجميع، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله. أنتظر دائما تعليقاتكم وتشجيعاتكم باش نفرح بكم أنكم راكم تراجعوا وديروا مجهودات. إذن بالتوفيق للجميع.